حلقة جديدة من مصنع الطهات، وبعدها الأحلام موجودة والآمال أكبر في إرضاء مثلث الإبداع بتجربة قوية وتحدي أقوى. الكل متأهب على أتمة الاستعداد بعد ما عاشوا لحظات عالية من القلق والانتظار لحين إعلان نتيجة محمد جواد من سنجار اللي أدت إلى خروجه. والشي المطمئن أنه آراء الشيفات كانت في نسبة عالية من الاقتناع والرضا والجو الإيجابي. البرجر وعد، واليوم واحدة من أكثر المأكولات شعبية بالعالم والعراق على وجه الخصوص بالآونة الأخيرة، وهي الزنجر. ولا ننسى اليوم راح يكون عندنا 2 في منطقة الأمان، فهل هذا راح يكون دافع يخلي المتسابقين ينطون أكثر ما عندهم لضمان مقاعدهم؟ كل التوفيق لمتسابقينا ومشاهدة ممتعة لكم. شيفات، ما حندز على المشتركين. أنا راح أقول لهم على الطبق والسلطة، ما راح أحدد. شيف محمد راح يشرح لهم شلون تكون السلطة متناسقة ويا الطبق، وشيف عرفان أنت تشرح لهم عن القرمشة شلون يتعاملون وياه. أوكي. تمام، جاهزين؟ جاهزين. أستدعيهم. أوكي. مشتركين تفضلوا للمصنع. شلون الشباب؟ إن شاء الله بخير. جاهزين؟ جاهزين إن شاء الله. اليوم راح تسوون زنجر سندويش، تمام؟ هذا الطبق راح تكون وياه أكو سلطة مرافق. هذا المطلوب منكم. شيف محمد راح يشرح لكم شلون توافقون ما بين الطبق والسلطة. تفضل شيف. شباب، بهذا الاختبار تعرفون انتم حاليا 9، بهذا الاختبار راح يكونون 7 في مرحلة الخطر و2 في مرحلة الأمان. اوكي. الشيء الثاني اللي بلغكم به هو اختيار السلطة، لازم تنطيني سلطة مناسبة لهذا الساندويج. اوكي، يعني شيء مناسب لهذا الساندويج. وهم نرجع ونقول نبتعد عن الفلسفة. اوكي، حط المجال العرفاني يكمل حديث. شكرا شيف. القرمشة دربتوا عليها وشفتوها وشفتوا طريقة عملها، شلون نشتغل عليها، شلون نخلط صح، شلون الزيت يكون غزير عندي، شلون هاي كل هالمواضيع دربتكم عليها لحد ما كل واحد منكم طبقها. أتمنى نعيد التطبيق داخل الحلقة اليوم. أوكي، وإن شاء الله نحتار منه الأفضل بيكم. بالتوفيق يا رب، وأشوفكم كلكم أوائل. راح يكون عندكم 50 دقيقة. هاي 50 دقيقة أعتقد وقت كافي وأكثر من كافي، لأن ما عندنا بس يعني ما عندنا شيء صعب، بس نعطيناكم حرية على مود تبدعون. أوكي؟ أوكي. أوكي. ما علمنا الشيف عرفان نقطع الدجاج وبعدين نتبله بالطحين اللي هو بيه التوابل مالته، وبعدين نخليه بمي بارد مثلج ونرجع همينا نلوثه بالطحين ونتركه. قبل هذه العملية من نقطعه نتبله همينا بتوابل، يبقى فد 20 دقيقة على مود ياخذ النكهة قبل التتبيلة طبعا. وحضرت السلطة فتوش وضفت ويا حبش وجبن وخس، والصلصة مالته اللي هي مايونيز وكاتشب وخردل وعسل. مشاهدينا، خلصت اختبارات اليوم. خلونا نستدعي لجنة الحكم ويقررون شلون أدوا المتسابقين. تفضلوا. أهلا وسهلا شيف عرفان. أهلا شيف عمر. أهلا شيف سوادي. أهلا وسهلا بكم.
شيف عرفان، كنت بالكنترول روم. شلون أدوا المتسابقين اليوم؟ سولفنا بالتدريبات إنه آخر شيء أجي أشتغل بالحار، ما أقلي من البداية. بعض المتسابقين ما بعد يعني 15-16 دقيقة لقيته قلة. زين إيش راح يصير بهذا الزنجر لحد ما أقدم الساندويتش؟ وأكيد أكو ملاحظات عند الشيفز على هواية أشياء. أكيد، شكرا شيف عرفان. شيف عمر، شلون كان أداء المتسابقين من الكنترول روم؟ والله يعني كأداء جيد، بس أكو نقص بالاختيار، أكو سوء بالتوقيت، هذا اللي شفته. نعم، يعني هذا همنا لازم نتعب على مود الرتبة. شكرا جزيلا شيف عمر. شيف سوادي، نعم. إيش قد تنطيهم من 10 بهذا الاختبار؟ يعني 7/10. أحسك كلش ضايج، لأن اختبارات اللي دا تصير يومية مدى يتابعون المتسابقين معكم. الشيفات اللي قبلي، لأن يعني أبسط شيء إحنا من كنا نتابع بالكونترول موضوع التخمير. يعني هو الكريسبي إذا تريد تقلي زنجر، إذا تريد تقلي تقلي 5 دقائق. نعم. يعني يصير بخمس دقائق يتبل، أنا أحسب الوقت 5 دقائق يتبل ورأسا يتقرمش، هذا غلط. شكرا جزيلا شيف سوادي. مشاهدينا، خلينا نشوف التيست شلون راح يكون من قبل لجنة الحكم وراجع لكم. هنا شيف عمر. لا اشوف. شلونك يا سما؟ اهلا مو. تفضلوا الشباب هنا. تعالوا شباب. تفضل. تعالوا يمي. برايكم ان اخلي ساندويتش الزنجر الحلو المرتب خليه هيك، خلينا نقول ماشي بولة الصوص، واشيل هاي ام كلثوم، فرخ سلطه هاي. يعني هو سندويش، ليش هالقد انا حاط سلطه؟ هو سندويش واحد صح؟ ايه رايك؟ شو تختلف؟ واي مو؟ صح موجودات وحلوة وانت اشتغلتي حلو وصح، بس ماكو واحد يسوي سندويش كريسبي ويا طاسة زلاطة. المهم هذا شيء بسيط وسيت وسيت حلو. بعدين خلوا في حساباتكم انه سندويش الكريسبي يعني من النوادر، اذا هيك سندويش ب لحم هو هذا التركي او المدخن وخس وطماطه وجبن، من النوادر انه واحد ياكل سلطه اساسا، بس احنا ردنا نشوف شنو حسن اختياركم للسلطه، لا اكثر ولا اقل. شلون ضوق هذا؟ يلا جرب. سكينه ايوه شباب، سكينه من شار حضروا بقى صح عليكم. لا مو طول، حضروها يومكم على راحتك. ستنجر الحين خلي يعطوني من عندهم. شكرا. طيني شكرا اسمع شر. انا هم هاك هاك شيف حبيبي. طين اوفي ما يسمعك. سجنتك سجنتك ستيفن كلينكس بلا زحمة عليك. حضر لك يلا. لا اي حضروا يومكم سيل من الساندويتشات. تسلم. هذا هو حبيبي. عبالك بيدهن زيت. ها عادي هكذا. ها
الخضار انا حكيت على طرشي حكيت على جاجيك هاي فتوش هي لازم يجيبها خيار تقولي لا لا مو لازم يجي خس طماطه او جزر هاي اسويها سلطه تفهمونها مو لا بس هي ردت مكوناتها كامله عاشت ايدك العافيه احسن شيء سويتي اختاريت المعونه صح ليش قشرت الجزر؟ ها اخاف في شوائب هاي ليش قشرت جزر؟ سكينه معون قرمش كانت كلش حلوه كل عافيه النص صاف ها قرمش كانت كلش حلوه انت لا عفت السندويتش بالنص عوفة لا حد يلعب لا حد لي. اي هاي لا تاخذ فلوس مال اكل تاخذ نعم تاخذ فلوس نار كانت عالية لما قال لي عليها فلهذا الطحين مطيني شوية مرورة نار يعني الدجاج مر؟ الدجاج باعيرة الدجاج صاير عندي هنا السواد ولا شوية إيه فهذا يضرب عندي على الطعم أوكي؟ زين عجبهم الطعام بس كانت عندي مشكلة بالطبق يعني مناسقت الأطباق ما السلطة ويا الطبق ما السندويج كانت الكمية ما سلطة هواية يعني آخر لحظات دخلت كلش لازم أركز كلش حتى بالوقت القليل لازم أكون كلش مركزة طبعاً هاي ثاني مرة يصير عندي هذا الخطأ اللي هو بالستيك همينة خطأت باختيار الطبق واليوم همينة بالسندويتش الزنجر سيب شنو الصوص؟ خردل مايونيز كاتشب شطة قناوة بس بس سلطة شنو؟ سلطة نهار عادي أبيض وأحمر تتبيلة كمون ملح دبس رمان زيت زيتون بس طريقة القلي كانت حلوة. اي اهلا ستيف. اهلا شيف. نزل ستيف المكلينش حبيبي. اختيار للسلطة كان جدا ابد مو زين، نوع السلطة كان سلطة لهانة كان عندي عدة اختيارات اسوي غير سلطة فما اعرف اختاريت هذا السلطة وما وفقت به متوسط من ناحية السندويش من ناحية السلطة ما كان زين ليش مخبوصة دائما زين؟
يمكن الاختبار من اول عام مخبوصه. يمكن هاي شخصيتي لمبخ بس غلط تكون بالمطبخ. مخبوصه بس هي حركتي سريعه يمكن. اكو سرعه بالعقل مو سرعه بالهاي. اكو سرعه بالعقل تصير بس اكو بروده حركه. بس السرعه موجوده بالعقل. بدي اوزع عقلي على عده اشياء. هي انت بس هاي الهدوء يصير عندك خلص ان شاء الله. طعينا من انطيها ما تخلي فوق. حلو. الصوص شنو سويتي؟ الصوص مايونيز وكتشب وشويه خردل وبصل مثروم وخليت وياه بعدين اخر شيء خليت الخس. وجبنه كريمي. طيب. شكرا. كلش طيب. شكرا. هنا شنو الصوص؟ هنا الباربيكيو صوص مايونيز وباربيكيو. بس؟ بس. ملح؟ اكيد. شويه ليمون هذه يعني ويا السلطه. كلش طيب. شكرا. رايهم كان يعني كلش ايجابي انه كلش طيبه وعشت ايدك وعافيه الحمد لله. يعني بينوا لي رياكشن اني زين الحمد لله. اختياري لما اجى الاختبار زنجر فحضرت السلط كنت متاكده اختياري صح السلطه مناسبه له. بقت هنا شلون اشتغلتي كنت انتظر الرياكشن مال الحكام ومن الحكام قالوا لي طيب وعشت ايدك فشويه اطمئنيت. سكينة ستيفن. يلا يلا عاد. خاف الصوص يعني. اعطيني. تسلم. وين الصوص داخل الساندويتش؟ ما خليت خليته جانبي. ياخس مستعمل بالداخل. ياخس. خس الاعتيادي مالنا. مالنا؟ اي. قطعته ناعم. منه. مصطفى ليش ما استعمل الطبق موحد؟ طبق موحد. والله شيف صراحة أنطيك أنا أنخبص، يعني أنخبص بيني وبين نفسي. يعني ما ركزت على المواعيد. يعني ادري ايش عندنا امتحان. كان همي الطبق انه بس يهمك همك الطبق احمر اسود اصفر. اي علم بلجيكا مو هذا؟ علم بلجيكا؟ علم تونس بس ببروس تروح لغات تلقى غير علم بعد باخن غير علم. ان شاء الله ماكو غير علم. هذا شنو؟ فتوش. مو يبي الفتوش اصلا. ليش؟ ضقت انت؟ لا. مزين. زين ما ضقت. قدمته كان طعمه جيد. اما بالنسبه للسلطه فما كان عندي علم انه الفتوش ما يرهم ويا الزنقر. فاختاريت فتوش وما كان عليه تقييم. رأي الحكام بالنسبة للساندويتش طيب
بس السلطة ما 2 متر لازم انسق بالاطباق. اكو كومبليت بين طبق وطبق. عندك الطبق شكل من صغيره كانت كلها شفتها مالته غيره ما كاسات كلها الوان متباعده الوان. لا اكو سيتات أي. موجوده سيتات يا شباب. يعني ترتيب الطبق مو بس بالمكونات، باختيار نوع الطبق ولون الطبق والاطباق اللي متجانسه شيء ويا شيء. واحنا من بدايه قبل ما نبدي وفرنا لكم سيتات بهذا الموضوع حتى يعني نسهل لكم عمليه الابداع كلش. طبعا بالمناسبه الوحيدين انتم اللي توفر لكم هذا الشيء زين. مايونيز مايونيز جبن جبن نعم. كتشب كتشب نسوي ويا لحم حلو جرب الصمونهم خلصوا صوص الجبن ها؟ جواب الصمونهم خال صوص الجبن. ماني ما أقدر أكل صمون سوي دايت. هاي جوا عندك دايت؟ إيه. نعم. عشرة. تعيش. هذا كاتشب ومايونيز صح بس؟ صح وصوص شيدر. هذا صوص شيدر. ايش قد سويته؟ ايش قد بشقد؟ 2 بواحد. ها؟ 2 بواحد. 2 شنو؟ 2 جبن واحد 2 جبن واحد كريم. ها. بس السلطة مخربة كل شغلك. طيب هو؟ بس السلطة ما لايقة وياه. السلطة اختياره كان غلط. كان المفروض اختار شيء مناسب أكثر ويا ويا الطبق. فكرت بذوقي مو فكرت بالذوق العام. كان المفروض افكر انه البرا الجيست راح يجيني شنو المفروض اقدم له، ما اعتمد على ذوقي. هاي كولسلو شنو مكوناته؟ جزر ولهانه هاي. شكر وملح ومايونيز ولبن. ليش لبن؟ ليش لبن؟ أنا أخلي ويا المايونيز لبن بس أقل من كمية المايونيز. سبب؟ ما أعرف. يعني هذا اجتهادك الشخصي؟ لا هو أنا هيك أسوي. ها يعني أنت متعلمتها هيك؟ متعلمتها من شخص أو من متابعتش يعني الجوجل أو اليوتيوب هيك؟ قسم يا كل ها كل. لا حبيبي كل من يقسم من نفسه. اكو ناس اللي تتابعني ما بيحب انا اكل على قد جال فقيره. ترجم لك الطعم. الطعم ضحكني هالقد ما طيب. يعني شو اسوي؟ شو نحكي؟ اخير شيء شنو كنت تسوين بالساندويتش؟ اخير شيء خليت الجبن. ولا ما خليت الجبن سويته؟ سديتها وخليت العودتين. لا اكو خليت شيء حراره على الجبن عمود يدور. اي هذا كله صح كان.
شفت شلون حليتيها؟ يعني هذا نستخدم احنا السلمندر، انت ماكو باوعت لك انا بالكنترول لزمت الجداحة وانطيتي حرارة للجبن على مود يصير بهالشكل الصح و100% صح. شفتي؟ اي شيء باكر عقبة تحتاجين شيء بالمطبخ المخ من يشتغل اكو ورودة اعصاب زين؟ تقدرين تسيطرين على شغلك كله. برافو كلش طيب. أهلا نور. أهلا. مبتسم اليوم. الله. شو هذا يقول الله. دوي وجهك. هذا قلت لك عليه، قلت لك لازم اكو شيء تسوي بالسندويتش الجداحة. طلع بعدين من ذوى الجبن. تمام. اي. شف عمر قام يضحك وقال انه دا يضحك من انه طعمه طيب. الباقيين قالوا لي انه طيب. هذا ما اعرف. انا ما احس انه انا لازم اروح، لانه انطوني ردة فعل اقوى من انه من اللي انطوها للمشتركين اللي وياي. فما توقعت الدجاج دائما البراند المعروف السلطه مالته كونستو. اوكي صحيح. هذه ما تخرب المود مالتكم، شفت اغلبيتهم يشتغلوا كونستو. أي. السلطات اللي موجوده جوز انت احسن من جوز انت احسن من عندهم تشتغل والله فكرتك. ليش قلت ما اريد اخرب عليكم التيست. شيف محمد، شيف محمد انت دا تتعامل ويا مدرس لغه عربيه اختصاص قواعد شيفت الغالي. والله مرت عرفت ليك تيست شوي. والله شفتهم كله كونستو. هو صحيح كونستو بس قلت اخرجكم من المود شوي. اشتغل سيزر ان شاء الله. اشتغل سيزر راح اخرج من القاعه. فاني خارج من المود اخرج من القاعه يمكن. والله قلت اطلع لكم تيست طيب. الله يسعدك. حيدوري يا حيدوري. جبن مو هذا جبن وحطيت لكم الصوص مايونيز وشويه خردل وعدنا هنا كله جوا؟ ها؟ كله جوا؟ بالوجه الصمون خليت الصوصات وهذا جبن من جوا. الدجاج ما استخدمته رأسا طريقة بس أكو سخن سخن عندي القرمشة. سخن باعة ممنون. شكرا. لازم الاختبار الثاني اللي بعده أكون مجتهد جدا وأني يعني إن شاء الله الاختبار القادم راح أقدم أفضل ما عندي. شو باحث؟ يا مريم شو هذا الصوص؟ فرنش صوص. هذا الصوص البرتقالي يكون عبارة عن كاتشب ومايونيز يكون نسبته أكثر وفقط بهار باربيكيو اللي هو الفلفل الحار وشطة حطيت شوية قليل. فرنش صوص اسمه؟ فرنش صوص. صوص؟ لا هو الصوص فرنسي بس هو يسموه الصوص البرتقالي هو المعتاد ويا الزنقة. وانت خلتها سوية الساندويتش هم؟ اي شوية بس قليل على ما يبين الدجاج سبايس يصير؟ اي قليل انا شوية قللت هنا لا كأنت تحكين عليه ستاندر سبايس لو اعتيادي. لا معتدل سبايس اي معتدل مو كلش سبايس اي بس انه يعني بالفترة يبين انه سبايس. هذا نفس الصوص استخدمتيه؟ اي نفسه. ورا قد قليتي؟ ورا 10 دقائق.
حتى انتبهت لك بالكنترول بدي اضربي بالشطر. ليش الاستعجال؟ عندك 45 دقيقه. لا وحطيته بزيت زايد وناصي على مود يظل مقرمش. مريم انت ورا 10 دقائق قليتي. اي صح. انت لو بس مطيتني 30 25 دقيقه شوي هاغ التخمير. غلط لو صحيح. عوف الابتسامه. غلط لو صحيح. والعناد مو الابتسامه. مشكله انا اقتنعت فيه هيك ما اعرف. تعي ذوقي. اذا بي ملح اصلا. ماكو كل طعم ماكو. اكو طعم؟ جاوبي اكو طعم؟ شوي 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 طعم لو شوي يراد له ملح. ملح يراد له شويه ملح؟ لو عايبته بالتخمير 30 دقيقة واخر 15 دقيقة تقلي، اخر 5 دقائق تقلي تلعقي. مو قلت عمدي يظل انه كمية غالية اكثر. التلحيظات انه الشيفات قالوا انه لازم يظل فتره اكثر بالتخميره على مود ياخذ طعم، يعني كان شويه في فهاوه. انا فرحانه طبعا لان شكله كان كلش حلو، بس انه صحيح هو كان يحتاج الى تخمير اكثر. مع الاسف انا استعجلت شويه. السلطه وين؟ حيدر شوي. ما السلطة؟ يعني أنا سويت كمية قليلة، خليت شوية داخل الساندويتش وشوية غير. احنا اتفقنا اكو سلطة ويا؟ اي اي. شغلش كلش حلو كان، ان شاء الله الطعم نفس الشيء يا رب. هذا الصوص شنو؟ Thousand Island. طيب صوص كريسمس. انا اخربط بينك وبين سماح، بس سماح ما تقبل صيحه مع عباس. هسه شوف ذوق الصوص. اي كريسمس. طيب اكو خردل بس ماكو قوه الخردل. والله كلش عجبهم، يعني هاي أول مرة أقدر أخذ يعني إنه إعجاب من عندهم ثلاثتهم على الطبق. الحمد لله والله شعور لا يوصف. كلش كنت فرحانة، يعني هذا البرنامج يخلي واحد مشاعره متضاربة، بس يعني فرحتي لا توصف. مشاهدي قناة يو تي في، حان الآن موعد نتائج اختبار اليوم. خلي نشوف منو منهم راح يكون مرحلة الأمان ومن منهم راح يكون مرحلة الخطر. أكيد آراء لجنة الحكم كان مختلف تماماً. خلونا ننتظر من الكنترول نشوف منو منهم مرحلة الأمان ومنو منهم مرحلة الخطر. أحمد، أنت بمرحلة الخطر. حيدر، أيضاً في مرحلة الخطر. مريم، مرحلة الخطر. سماح، مرحلة الخطر أيضاً.
أسماء. أسماء أنت بأمان. ستيفن. ستيفن أنت بمرحلة الخبر. زينب. زينب بهذا الاختبار طلعتي الأولى وأنت بأمان، مبروك. نور أنت بمرحلة الخطر. مصطفى أنت في مرحلة الخطر أيضا. إذن مشاهدينا الكرام، اختبار القادم راح نفقد واحد من المتسابقين اللي هم مرحلة الخطر. انتظرونا في الحلقة القادمة. شفنا الأطباق وأداء المتسابقين المتفاوت استناداً إلى رأي مثلث الإبداع اللي خلى كل من زينب وأسماء في منطقة الأمان. بعد تقييم عالي ولحظات شد أعصاب عاشوها الشباب في مصنع الطهات، والنتيجة إبداع ملحوظ وتطور كبير لدى البعض، والبعض الآخر كان أداءهم متفاوت بسبب ضيق الوقت أو عدم اكتمال الفكرة لإعداد طبق الزنجر الأمثل. لهنا تنتهي حلقتنا، ونوعدكم الحلقات القادمة راح تكون أقوى. وشنو الاختبار القادم من مثلث الإبداع؟ الجواب بالحلقة القادمة. حتى الملتقى، في أمان الله.